المقاومة في لبنان تحمي الدولة وتحمي الشعب وتحمي الوطن. تحية طيبة، إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة بيروت. أهلا وسهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع هنادي زيدان. مساء الخير محمد، مساء الخير مشاهدينا، وإلى العناوين. الداخلية تطالب السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين بالامتناع عن الدخول إلى سوريا اعتبارا من الغد تحت طائلة فقدان صفتهم كلاجئين. ريفي يحيل شريط مطلقي النار على النيابة العامة التمييزية ويطالب بكشف هوياتهم ومعاقبتهم. عملية نوعية جديدة للحر في حلب، والنظام يواصل إمطار المناطق السورية بالبراميل. قسط 14,000 دولار ب 320 دولار بالشهر على 5 سنين، وبيطلع لك سندين هدية من بنك بيبلوس. لا تعرف أكثر، اتصل بالصفر 1-20-50-50. لم يعد من سباق بين تصعيد هيئة التنسيق النقابية تلويحا بمزيد من الإضرابات وبمقاطعة الامتحانات وجلسات مجلس النواب المتوقف عن التشريع نتيجة شهور الموقع الرئاسي، فلا بوادر تلمح إلى حلول قبل 7 حزيران موعد الامتحانات، في وقت أكد وزير التربية إلياس بوصعب لتلفزيون المستقبل أنه ما زال مصرا على إجراء الامتحانات في مواعيدها وعدم تأجيلها، وهو يجري لهذه الغاية اتصالات بهيئة التنسيق وبلجان الأهل للتوصل إلى مخرج للأزمة التربوية. أما مجلس الوزراء الذي يعول عليه لحل هذه القضية وغيرها من القضايا بصفته المؤسسة الدستورية التي لا تزال تنبض، فهو غارق في نقاش يستأنف الثلاثاء بحثا عن رؤية موحدة لآلية إصدار المراسيم، بعدما تم التوافق في جلسة الأمس على آلية وضع جدول أعمال الجلسة الذي هو من صلاحية رئيس الحكومة وفق أحكام الدستور. أما تداعيات عرض عضلات نظام الأسد وحزب الله الذي أشرف على تنظيم الانتخابات في السفارة السورية فلا تزال تتردد استنكارا وشجبا، في وقت سجل اتخاذ وزارة الداخلية تدبيرا جديدا في إطار تنظيم دخول وخروج الرعايا السوريين إلى الأراضي اللبنانية. إذن طلب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من جميع النازحين السوريين والمسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الامتناع عن الدخول إلى سوريا اعتبارا من يوم غد تحت طائلة فقدان صفتهم كنازحين في لبنان. طلبت وزارة الداخلية من جميع النازحين السوريين والمسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الامتناع عن الدخول إلى سوريا اعتبارا من 1/6/2014 تحت طائلة فقدان صفتهم كنازحين في لبنان. وأملت وزارة الداخلية في بيان لها التقيد بهذا التدبير لسلامة وضع النازحين في لبنان، علما أنه سيعمم من خلال المديرية العامة للأمن العام على كل المراكز المختصة على الحدود اللبنانية السورية. وأشارت إلى أن هذا التدبير يأتي انطلاقا من الحرص على الأمن في لبنان وعلى علاقة النازحين السوريين بالمواطنين اللبنانيين في المناطق المضيفة لهم، ومنعا لأي احتكاك أو استفزاز متبادل، مع الإشارة إلى أن الوزارة طلبت من منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي المعنية بشؤون النازحين تحمل مسؤولياتها الكاملة حيال هذا الموضوع والعمل على إبلاغ النازحين السوريين بمضمون هذا البيان ومتابعته وأعطائه الأهمية القصوى. وفيما الداخلية اللبنانية تسعى إلى تنظيم ملف النزوح السوري والحد من تداعياته، شب حريق في مخيم للنازحين السوريين في بلدة جديتة البقاعية ليلا قد يكون على خلفية عدم المشاركة بالانتخابات الرئاسية التي نظمها نظام الأسد مؤخرا. وكأن وضعهم المعيشي غير مأساوي كفاية لتصبح الخيمة الخجولة التي تأويهم رمادا. ليلة أعادت إلى النازحين السوريين في مخيم جديتة في البقاع رعب حرب بلادهم بعدما حاصرتهم النيران والتهمت سقفهم الوحيد. فعند الثانية فجرا شب حريق في إحدى خيم المخيم لينسحب بعدها على البقية ويحصد نحو 35 خيمة. الحريق لم يوقع إصابات واقتصرت الأضرار على الماديات،
ماديات سيتحمل فقدانها نحو 300 سوري من قاطني هذا المخيم، والذي يشكل الأطفال النسبة الأكبر فيه. حاولنا نطفي النار ما أحسننا، صرنا بس بنشيل الأولاد من الخيم وبنكبهم برا بس مشان ما بيحترقوا، يلا باللحق بنزت الأولاد احترق، بعدين ما لحقنا حتى هوايانا أو تذاكرنا ما لحقنا نطلعهم، ليكوا كيف احترقوا يعني ثبوتيات ما عندنا شيء. نحن لا بدنا اكل ولا بدنا شيء، ما بدنا بدنا شيء بيقوي هالعباد بس. هلا العالم بدها تنام، ما راح تصير الدنيا عشيه. في نسوان كبار بالعمر وفي ختايريه كبار بالعمر، المريض اللي معه سكر اللي معه غيره، واثباتات شخصيه كمان ما عندنا، طب هلا كيف بدنا ننام احنا؟ معلومات أشارت إلى أن الحريق مفتعل على خلفية الانتخابات السورية، إذ أن نازحي هذا المخيم لم يشاركوا في مسرحية الأسد، فهل بدأ الأوفياء منهم للثورة ولأرواح الشهداء بدفع ضريبة مبادئهم؟ أحال وزير العدل اللواء أشرف ريفي على النيابة العامة التمييزية الشريط الذي يظهر شبانا يطلقون النار ويرددون عبارات تهدد بفتنة طائفية، وطلب ريفي من النيابة العامة التمييزية كشف هوية الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بهم. هي أبرز إرهاصات السلاح المتفلت، هنا البيئة الحاضنة للسلاح، بندقية المقاومة هذه المرة وجهت إلى بعبدة برمزيتها وما تحويه من مقر لرأس الدولة اللبنانية، أراد المقاومون تحريرها على حد قولهم. عبدة كلها قبل ما ناخذ بعبدة نحررها من الرئيس اللي بده يجي. كلمات أقل ما يقال فيها تهدد الأمن الوطني وتكفل إشعال فتائل الفتن. أمام مثل هذا المشهد يصعب الكلام والتوصيف. خليها تشد رصاص اليوم على طريق جديد، حرام أوادم. هذا الشريط الذي بثته وسائل إعلام ويظهر شبانا على أسطح أحد المباني في الضاحية الجنوبية يطلقون النار عمدا وعشوائيا، أحاله وزير العدل اللواء أشرف ريفي على النيابة العامة التمييزية، فالجرم هو إثارة النعرات الطائفية والمس بالأمن الوطني، وهي جرائم تقع تحت طائلة القانون. وطلب ريفي من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود كشف هوية الفاعلين وإجراء التعقبات بحقهم وإنزال أشد العقوبات بهم. هي ليست المرة الأولى التي يوجه السلاح إلى اللبنانيين الأمينين عند أي مناسبة أو طلة لإحدى الشخصيات من البيئة نفسها، يطلق الرصاص والقذائف باتجاه المناطق، ما يوقع إصابات وأضرار في الأرزاق والممتلكات. أول طلب حماية للمرأة المعنفة يصدر في لبنان بعد أقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري، التقرير لناهد يوسف. اعتصامات، صرخات، ندوات طالبت بإقرار قانون يحمي النساء من العنف الأسري، وأقر القانون ليترجم اليوم في قضية عنف جديدة، ترجمة فتحت باب أمل أمام كل الضحايا. شابة تنعت عن ذكر اسمها، هربت إلى مخفر قريب من منزلها بعد أن تعرضت لضرب مبرح من قبل زوجها. أوقف الزوج لمدة 48 ساعة بناء على إشارة المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي بلال ضناوي، الذي أمر بإعادتها إلى منزلها وطفلتها وأوراقها الثبوتية بعد أن كان قد احتجزها الزوج. الضحية البالغة من العمر 24 عاما والمحتجزة في منزلها منذ أول أيام زواجها قبل سنة ونصف السنة، تقدمت بطلب حماية أمام قاضي الأمور المستعجلة جد معلوف وربحت حمايتها. عطتني تعبير كتير حلو، قالت لي أنا لمبارح كنت حاسة حالي من سر سنة بحس حالي منسية، وفجأة لقيت أنه أنا مالكة الدنيا. يعني هي أحلى تعبير عبرت لي إياه وعم تتشكرني. قالت لي أنا بالعكس كنت عم أقول أنه أنا خلص انتهت حياتي الزوجية وحقنا أطلق، بس بهالقرار ممكن صار في شيء يحميني وهو تربى، ممكن نحن نحافظ على الحياة الزوجية بيناتنا. في حال خالف القرار شو بيصير؟ بيتعرض لعقوبة الحبس اللي هي بيضمن عليها القانون 3 أشهر حبس كمان أو غرامة مالية، في حال قعدة بتتشدد العقوبة بتوصل لحدود السنتين. أما قرار الحماية فأهم ما يتضمنه إخراج الزوج من منزل العائلة لمدة أسبوع من تاريخ خروجه السجن، إلزامه بتسديد مبلغ معين كنفقة لها ولطفلتهما خلال فترة غيابه، إلزامه الخضوع ل15 ساعة من التأهيل لدى منظمة كفا،
تكليف مساعدة اجتماعية، القيام بزيارات دورية لمنزل المستدعية ولمدة 6 أشهر لمراقبة حسن تطبيق القرار. طلب حماية لسيدة نتيجة العنف هو إنجاز بلبنان، نحن كلنا كسيدات لازم نحتفل فيه. أزمات اللبنانيين الحياتية متنوعة وعلى أكثر من صعيد، ومنها الأزمة الجديدة القديمة ألا وهي انقطاع المياه والتي بدأت تنذر بموسم شح. تقرير سلمان العنتري. هي أزمة متفاقمة في المياه تعاني منها البلاد بعد موسم وصلت فيه نسبة المتساقطات إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، ما يهدد بمزيد من الشح ويخفض ساعات التغذية في مختلف المناطق. صرخة يطلقها المواطنون ومعاناة بدأت تلوح في الأفق. مي ما في أبدا، معدومة، عم نشتري كل كم يوم عم نحط 40-50 ألف ليرة حق مي. تيجي أيام أيام لا، بس ما بيجيبوها كتير، نضلنا معدوعين، ما في مي بالمرة. يعني بلشنا بالصيفية والمعاناة، وبتعرف الصيفية المصروف أكتر مي، يعني في نقص مي كتير، هي بعد الصيفية ما أجت كمان، ما متكفينا، يعني اللي عنده عائلة ما بتكفيه، بشتري بالأسبوع مرة أو مرتين. أنا عم صرخ ولح صرخ هلا قدام منكم هون، عم صرخ أنقذوا لبنان من العطش، أنقذوا لبنان من الجفاف. هاي الصرخة عمرها 3 أشهر ولا من جواب. أصحاب الشاحنات نشطوا لتلبية الطلبات المتزايدة على المياه، حيث يقوم المواطنون بتعبئة خزاناتهم لمرتين أو 3 أسبوعيا لسد النقص الحاد في مياه الخدمة. يعني أنا بزق شي 3-4 نقلات يومية مية شرب، بس مية خدمة بدك تزق فيه شغل، لأنه ما في مية دولي، ما في، يعني سعر النقلة عم نحسبها ب 12,000، عم بيع ب 40-45، يعني مصروفنا وأجر بكابنا مش أكثر من هيك. يعني لازم تتنظم عملية سترنات، بمعنى يتحدد وين مصادر المي اللي فيها سترن يعبي منها، ويتحدد أسعار أيضا، لأنه ما بيجوز أنه يصفي الموضوع، هو استغلال للمواطن خاصة بأهم شغلة بحياته اللي هي المي. معاناة صيفية حارة بانتظار اللبنانيين إذن، والترشيد باستهلاك المياه قد يكون السبيل الوحيد لتفادي المحظور، كما أن المطلوب إقرار سياسات واضحة من قبل الدولة بالتعاون مع كل الوزارات قبل فوات الأوان. سلمان العنداري، تلفزيون المستقبل. إعادة افتتاح حديقة الصنائع بعد الانتهاء من تأهيلها واستحداث مجالات جديدة فيها كأماكن لإقامة نشاطات فنية وثقافية وإنشاء 3 ملاعب خاصة بالأطفال. في الأول من حزيران ستعود حديقة الرئيس رينا معوض المعروفة بحديقة الصنائع إلى استقبال روادها. انتهت أعمال إعادة تأهيلها وافتتحت رسميا. مساحة الحديقة 22,000 متر مربع وتتسع لنحو 10,000 متنزه. تم تأهيلها بالتعاون بين بلدية بيروت وشركة أزادية التي أخذت على عاتقها صيانة الحديقة لمدة 10 سنوات، وقد كلف المشروع 2.5 مليون دولار، والصيانة حوالي 180,000 دولار سنويا. شارك في حفل الافتتاح وفود رسمية وفنية وشعبية، والجميع أكدوا أن الحديقة هي تحفة فنية يجب الحفاظ عليها. هذه التحفة الفنية الرائعة إلى بيروت تقديرا للعاصمة التي يليق بها كل جمال وكل ألق وروعة. إنه حلم تحول إلى حقيقة. في هذه المناسبة السعيدة وأمام هذه التحفة الفنية التي تعتمر بالجمال، لا بد من التوقف عند الجهود الجبارة التي بذلتها مؤسسة أزادية بالتعاون مع بلدية بيروت في سبيل تأهيل هذه الحديقة. لأقول علينا أن نجعل هذه الحديقة للناس، لأنها للناس، للمواطنين، للأطفال. لا نريدها أن تكون محصورة للنخبة، نريدها أن تكون فعلا حديقة لأهالي هذه المدينة. نحلم أيضا بأن نلتفت إلى المناور في بيروت كوتيكور، وأن نلتفت إلى كل الزراعة الخضراء للأشجار في بيروت. هكذا كانت المدينة، يذكرون الياسمين ويذكرون النخيل ويذكرون البرتقال ويذكرون كل الحدائق في بيروت، نريدها هكذا.
يشار إلى أن الحديقة لم تعد خاصة بالجلوس فحسب، وإنما استحدثت فيها مجالات عديدة، هي إقامة نشاطات فنية وثقافية وإنشاء 3 ملاعب خاصة بالأطفال، وتعبيد طريق محاذ للسور لممارسة رياضة المشي، وطريق خاص بالدراجات الهوائية. انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة كيا سيراتو تحمل لوحة تسجيل أجنبية في عرسال، قدر الجيش زينتها بكيلوغرامين من المواد المتفجرة. تضاربت المعلومات حول طبيعة الانفجار الذي وقع عند 1:30 فجرا وسط بلدة عرسال الحدودية. رئيس بلدية عرسال علي الحجيري أعلن أن وراء الحادث خلافا شخصيا وقع بين أفراد من البلدة، وقد تطور مما دفع بأحد المتورطين إلى إلقاء قنبلة على السيارة. بالمقابل أشار بعض المواطنين إلى أن انفجارا وقع في سيارة من نوع كيا سوداء اللون تحمل لوحة سورية. على الساعة 1 فقنا على انفجار، جينا لهاني هاني هذا محل الانفجار، لقينا سيارة مفخخة. فئة العالم كله على انفجار قوي كتير، ما عرفنا انه شو سيارة. حضرنا جينا جيت اهل الحار اهل البلدة لهنا، لقينا سيارة مفجور بس ما شفنا فيها حادة. الانفجار ادى الى اضرار في المحال التجارية وتحطم زجاج المنازل، وحضرت قوة من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي وبدأت تحقيقا في الحادث. أعلن مجلس عمداء الجامعة اللبنانية تأجيل الامتحانات بكل أنواعها في جميع وحدات الجامعة وفروعها إلى يوم الاثنين الواقع في 9 حزيران المقبل، ودعا المجلس إلى أوسع حملة تضامن وطني مع مطالب الجامعة اللبنانية. وتتابعونا في المسائية بعد الفاصل. مبارك يذرف الدموع خلال محاكمته بقضية القرن. قوات أمريكية وفرنسية وجزائرية إلى جنوب ليبيا. المسائية مستمرة، وإليكم تذكيرا بأبرز ما ورد فيها من أنباء. الداخلية تطالب السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين بالامتناع عن الدخول إلى سوريا اعتبارا من الغد تحت طائلة فقدان صفتها. وريفي يحيل شريط مطلقي النار إلى النيابة العامة التمييزية ويطالب بكشف هوياتهم ومعاقبتهم. انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة كيا في عرسال. مجددا نحييكم. عملية نوعية جديدة نفذها الجيش الحر في حلب تمثلت بتفجير نفق تحت أحد مقار قوات الأسد في حلب القديمة وسط المدينة، ما أدى إلى مقتل 40 عنصرا على الأقل من كتائب الأسد والمسلحين الموالين لها. وفي المقابل محمد، واصل النظام إمطار المناطق السورية بالبراميل لا سيما حي الصخور في حلب، كما سجلت معارك ضارية في القنيطرة ودرعا والمليحة. انتقاما للآلاف الذين يسقطون في سوريا على يد نظام لم يرحم لا البشر ولا الحجر، تمكن الجيش الحر من تفجير أكبر مقرات النظام في حلب، حيث قتل 40 شبيحا من كتائب الأسد بعد تفخيخ المركز بواسطة أنفاق حفرها الثوار. وفي المقابل ألقى الطيران الحربي السوري عدة براميل متفجرة على حي الصخور الحلبي، مما تسبب بمقتل عدد من المدنيين. وفي داريا بريف دمشق الغربي قتل 11 شخصا بينهم ضابط جراء تفجير الجيش الحر أحد مقار كتائب الأسد، بينما تواصل سقوط براميل المتفجرة على البلدة القريبة من مطار المزة العسكري. كذلك طالت البراميل بلدة خان الشيخ المجاورة في الغوطة الشرقية. وبعد سيطرة الجيش الحر على حاجز بلدة تل صلبة بالريف الغربي لحما، أطلق الثوار معركة جديدة باسم المخلصون من أجل السيطرة على قرى في الريف الشمالي الغربي بالتزامن مع استمرار القصف على البلدات المحررة. مهمة القتال في سوريا عند حزب الله اتجهت إلى نوى في درعا بهدف مساعدة شبيحة الأسد بعد سلسلة هزائم منيت بها خلال الأيام السابقة. وفيما تعرضت بلدة القطحانية في محافظة الحسكة لقصف غير مسبوق من قبل كتائب الأسد، تواصلت المواجهات في محيطي بلدة كسب وقمة تشالما
في ريف اللاذقية، واستهدف الثوار المزيد من مقرات الشبيحة. كشفت واشنطن اسم الانتحاري الذي نفذ تفجير إدلب ضد قوات الأسد، فيما هاجم السناتر الجمهوري جون ماكين السياسة الخارجية التي يتبعها الرئيس باراك أوباما وبالتحديد حول سوريا، قائلا عن الإدارة الأمريكية أنها نجحت في سحب الكيميائي السوري لكنها لم تتمكن من وقف قتل وذبح الشعب السوري. دان الائتلاف الوطني الأعمال الوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش قرب مدينة رأس العين بريف الحسكة شمال سوريا، حين أعدم 40 مدنيا، واتهم التنظيم بالتواطئ ضد ثورة الشعب السوري المطالب بالحرية والعدالة والكرامة. وردا على الجرائم اليومية المرتكبة في سوريا، طالب الائتلاف بتقديم الدعم للجيش الحر كي يتمكن من حماية المدنيين والدفاع عنهم ضد التجاوزات الإجرامية المزدوجة من داعش وقوات النظام. وفي إطار آخر، كشفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي هوية أول شاب أمريكي نفذ عملية انتحارية بشاحنة مفخخة استهدفت تجمعا لقوات النظام في ريف إدلب، قائلة إن اسمه منير محمد أبو صالحة وقد انضوى تحت جناح جبهة النصرة. وردا على السياسة الأمريكية المتبعة في سوريا، هاجم السيناتور الجمهوري جون ماكين بعنف خطاب الرئيس باراك أوباما الأخير في أكاديمية ويست بوينت، معتبرا أن واشنطن فقدت صدقيتها وثقة الآخرين بها في العالم بسبب طريقة تعاملها مع الملفات الدولية خصوصا في سوريا والعراق. وفي حديث مع محطة CNN تطرق ماكين إلى تحذير مدير الأمن القومي الأمريكي من تحول منطقة الحدود بين العراق وسوريا إلى مقر لتنظيم القاعدة الذي يخطط منها بهجمات على أمريكا، وعن نجاح واشنطن بالقضاء على السلاح الكيميائي السوري بموجب اتفاق سياسي دولي. رد ماكين بأن النظام لا يزال يقتل المدنيين بالبراميل المتفجرة في وقت تنشط على الأرض قوات الحرس الثوري الإيراني، ويواصل الروس تزويد الأسد بالسلاح والمعدات التي قتلت أكثر من 160 ألفا وشردت الملايين مقابل وقوف الأمريكيين على الحياد يراقبون الحوادث على حد تعبيره. اعتبر رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال استقباله عددا من وجهاء مدينة دمشق ممن ساهموا في جهود المصالحة في مناطق عدة، اعتبر أن دمشق التي صمدت عبر التاريخ في وجه كل الغزاة استطاعت وبفضل وعي أهلها أن تواجه الهجمة الإرهابية التي تتعرض لها سوريا. وادعى الأسد أن قوة أي بلد هي بقوة شعبه، زاعما أنه بسبب الحس الشعبي العالي استطاعت سوريا أن تصمد وأن تفشل المخططات التي تدبر لها من الخارج على حد قوله. أظهر فيديو بثه ناشطون على شبكة الإنترنت أحد مقاتلي تنظيم داعش يمدح رئيس النظام السوري بشار الأسد ونظامه شاتما الثوار في منطقة منبج في محافظة حلب. ولفت في حديث المقاتل الذي ظهر ملثما أنه يتحدث بلهجة غير سورية، ولم يصف الأسد بأي وصف مشين، بينما وصف مقاتلو المعارضة أو وصف مقاتلي المعارضة بالكلاب. ويعيد هذا الشريط إلى الأذهان العلاقة الوثيقة بين تنظيم داعش ونظام الأسد. هل يستحق هؤلاء ينصرون؟ والله كلهم منافقين، والله بشار الأسد أشرف من هؤلاء الكلاب، والله بشار الأسد لم يفعل مثل ما فعل هؤلاء، قتلوا المهاجرين واغتصموا نساء المهاجرين، من أجل ماذا؟ من أجل ماذا فعلوا هذا؟ من أجل المال، والله يقبضوا مئات ألوف الدولارات من جون كيري يتفتل بينهم لا، والمناطق اللي سحبت منها الدولة الإسلامية جاءوا الكلاب يجيبوا جون كيري وغيره، وشفت الصور على الانترنت يفتلوا بالمناطق اللي طلعت منها الدولة الإسلامية، يقولوا أين نحن دفعنا لكم الأموال ماذا فعلتم؟ يأتون بهم ويقولوا انظر لقد أخرجنا الدولة الإسلامية من هذه المنطقة. سبحان الله، والله شرع الله سيقوم رغم أنوف الكفار إن شاء الله. في الشأن المصري، نفت الرئاسة ما تردد عن احتمال تأجيل مراسم تسليم السلطة للرئيس المنتخب إلى حين الانتهاء من إعداد قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب. في المقابل، تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة غدا تواصل محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك ونجله فيما يعرف بقضية القرن.
بالبدلة الزرقاء دخل الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك ونجلاه جمال علاء إلى أكاديمية الشرطة لحضور جلسة محاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير والمعروفة إعلاميا بقضية القرن. المحكمة استمعت إلى مرافعة دفاع المتهم حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، ولم يتمالك الرئيس المخلوع نفسه وذرف دموعه. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام، بالإضافة إلى تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. قضائيا أيضا رفعت محكمة جنايات الجيزة محاكمة محمد بديع وقيادات جماعة الإخوان في أحداث مسجد الاستقامة بعد مشادة كلامية وقعت بين رئيس المحكمة وممثل النيابة العامة. وفي شأن مصري آخر تقدمت حملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي بأول طعن على نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية إلى اللجنة العليا للانتخابات التي أكدت أنها ستبت السبت والأحد في الطعون المقدمة على الإجراءات. إلى ليبيا، ومع تزايد القلق حول الوضع هناك فقد برز اليوم ما أعلن عن توجه للقوات الخاصة الفرنسية والأمريكية والجزائرية إلى جنوب ليبيا لمهاجمة الشبكات الإرهابية. هذا فيما أكد اللواء خليفة حفتر أن الوضع الليبي متدهور ولا بد من خارطة طريق للتغيير. قوات خاصة فرنسية أمريكية وجزائرية تتجه إلى جنوب ليبيا لمهاجمة شبكات إرهابية، هذا ما أورده تقرير لصحيفة التايمز البريطانية. ونقل التقرير عن أوليفر جيتا مدير الأبحاث في جمعية هنري جاكسون أن هجمات القوات الخاصة تركز على تنظيم القاعدة في المغرب العربي، ويبرز على قائمة أهم الملاحقين مختار بالمختار، وهو متشدد جزائري يعتقد أنه المسؤول عن الهجوم على الحقل الغازي عين أميناس في الجزائر العام الماضي. وقال جيتا أن الدول الغربية تدرس الوضع في ليبيا عن كثب، وأنها على استعداد لتدخل أوسع من ذي قبل باعتبار أن قضية الإرهاب متشعبة، وهم يتطلعون إلى تنظيف جنوب ليبيا ما أمكن في الوقت الحاضر، لافتا إلى أن الدول الغربية لن تتردد في اتخاذ ما يلزم إذا كان ذلك سيعيد لطرابلس الاستقرار من جديد. وعلى الصعيد الداخلي أكد اللواء خليفة حفتر أن الوضع الليبي بات متدهورا للغاية، متهما المؤتمر الوطني لأنه لم يكن على قدر آمال الشعب الليبي بعد الثورة ضد معمر القذافي، فكان القرار بإيقاف عمل المؤتمر اعتبارا من 7 شباط العام الحالي. لابد من التغيير، وعطينا إشارة على أساس أن ربما تكون هناك خارطة طريق قد تكون بديل لهذا الوضع المأساوي الذي وأيضا استمرنا عليه قرابة 3 أشهر لكي يتفهموا هذا. إلى ذلك قال محمد الحجازي الناطق باسم عملية كرامة ليبيا إن الجيش الوطني حرر أكثر من 20 عاملا مصريا كانوا محتجزين في مزرعة بسيدي فرج بمدينة بنغازي. وأضاف حجازي أن العمليات التي جرت أمس على مناطق في مدينة بنغازي تعد الأشد من نوعها، مشيرا إلى أن ما حدث من اشتباكات هي ضمن العمليات النوعية التي يقوم بها الجيش الوطني على المجموعات المتطرفة. وسط هذه الأجواء حذرت السلطات الليبية من أن البلاد تشهد تدفقا هائلا للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول أخرى بهدف الهجرة عبر البحر إلى أوروبا. وفي النشرة بعد الفاصل، أغنية غانغام ستايل تتخطى 2 مليار مشاهدة. وفي الرياضة، في إنجاز تاريخي دولة فلسطين تتأهل إلى كأس آسيا للمرة الأولى. مجددا نحييكم. عاد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عصرا إلى بيروت على متن طائرة خاصة آتيا من العاصمة الأردنية عمان، يرافقه النائب البطريركي العام المطران بولس الصياح. وفور وصوله غادر الراعي مطار رفيق الحريري الدولي متوجها إلى الصرح البطريركي في بكركي دون الإدلاء بأي تصريح. أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد أن ثمة موضوعا أثار غضبه
بأن بعضهم ذهب إلى فلسطين المحتلة لكي يقنع بعض العملاء الذين انسحبوا مع جيش العدو عام 2000 بالعودة إلى لبنان، فكان ردهم بأنهم أصبحوا إسرائيليين ولا يريدون استرجاع الهوية اللبنانية والعربية. وأردف: نقول لمن يحضر مشروع قانون أو اقتراح قانون من أجل عودتهم، لا نريد أن يكون بيننا عملاء إسرائيليون في لبنان. أعلن رئيس بلدية بيروت بلال حمد عن فتح المسرب الغربي للطريق المؤدية إلى منطقة السوديكو أمام السيارات بعد الانتهاء من تأهيله. وأشار حمد إلى أنه كان من المقرر الانتهاء من الأشغال منذ 4 أشهر، إلا أن العثور على الآثار أدى إلى التأخير في إنجاز المشروع، لافتا إلى أن هذا المشروع إنجاز كبير لحل أزمة السير في المنطقة. تفقد اللواء محمد خير رئيس الهيئة العليا للإغاثة منطقة جبل محسن، حيث كان في استقباله وفد من المجلس الإسلامي العلوي برئاسة الشيخ أسد عاصي الذي طالب بضرورة التعويض على المتضررين. بدوره أكد اللواء خير أن أعمال الترميم في المنطقة ستبدأ في الأسبوع المقبل، كذلك ستدفع التعويضات للأهالي فور جهوز الأموال المطلوبة. لا أطالب فقط بالنسبة للجرحى والشهداء الذين هم في جبل محسن، ولكن أيضا أطالب لأهالي التبانة أخواننا الشهداء والجرحى والمنكوبين، لأننا كلنا جميعا في مدينة واحدة اسمها طرابلس. وبعد ما تم الهبة من الهبة من قبل دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري، وتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء على ترميم شارع سوريا، وإن شاء الله الأسبوع القادم هيتم البدء فيها إن شاء الله. أكيد عم نقول لهم كمان في مرحلة تانية هي مرحلة قسم من التبين، مرحلة حوت البقار وطلعت الكواع ومنطقة المنكوبين مبدئيا يعني هيك، بس تأمل الأرصدة دغري هنبلش مرحلة تانية. للمرة الثانية على التوالي أقدم مجهولون على سرقة كابلات الإنارة على الأوتوستراد العربي في القسم الممتد من المصنع إلى تعنايل. فوجئ الفنيون للشركة المتعهدة لأشغال الأوتوستراد العربي في القسم الممتد من الحدود اللبنانية السورية عند المصنع وصولا إلى منطقة تعنايل في البقاع الأوسط بسرقة كابلات الإنارة للعواميد المنتشرة على الأوتوستراد. ويصل طول الكابلات المسروقة إلى 2500 متر خصوصا من المنطقة العقارية بين بر الياس مرورا بالروضة وصولا إلى منطقة الأكرمية عند مدخل بلدة مجدل عنجر. نكتشف أنه كميات كبيرة من الكابلات مسروقة من تحت الأرض ومحفورة من شيء من تحت الأرض. هاي بترجع تعملنا إرباك كبير بتنفيذ الأعمال وبالتمديد وبإعادة البحث واستعمال الآليات. هي ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الشركة المتعهدة للسرقة، إذ سبق لمجهولين أن أقدموا على سرقة كابلات تحت الأرض ومواد بناء. لا يمكن اعتبار مدرسة عمار البيكات مدرسة بالمعنى التقليدي للكلمة، فهي تفتقر إلى مقومات الصرح التربوي. تقرير زياد منصور. تشكل مدرسة عمار البيكات الواقعة عند الحدود اللبنانية السورية نموذجا ساطعا لمعاناة المدارس الرسمية في عكار، ورغم السعي الحثيث والمستمر منذ سنوات للمطالبة بتأهيلها وتحسينها بقيت هذه النداءات دون صدى. فالمدرسة تفتقر إلى وجود ملعب وإلى وجود مراحيض ومغاسل، كما تفتقر إلى سياج يحمي طلابها من خطر الأفاعي والقوارض التي بدأت تلاحقهم مع بداية فصل الربيع. أول شيء ملاعب ما فيها لا صيفة ولا شتوى، حمامات ما فيها، تصور أنه مدرسة رسمية فيها حمام، نضطر يفصلوا البنات عن الشباب، الشباب بيطلعوا لبرا والبنات بيفوتوا مع المعلمات والمعلمين، بأي عهود نحن عايشين؟ بالشتوية ما في لا ملعب ولا في شيء، عم يقعدوا بالغرف، المعلمات اختي هني عم يشيلوا همهم، بيحطوهم بالغرفة وبيضلوا حاصرينهم، بيضلوا يلعبوهم لحديت ما تمرق الفرصة. إذا بتشوف برا هلأ ما في لا ملعب ولا شيء، بنتي بتضل نص نهار بالشمس. أول شيء بدها زيت غرف، ملعب مصون، عرفت كيف؟ وبدها تجهيزات، يكون تجهيزات تليق بالمناهجيه اللي نحن بنعلم فيها، وعندنا كادر معلمين كثير نشيط وكثير جيد، يعني اللي ما معه ياخذ معه اجازه. الاهالي وحرصا منهم على سلامه ابنائهم وجهوا نداء الى المعنيين لضروره الاسراع في تاهيل المدرسه خصوصا، وان بلديه المنطقه ساهمت ضمن امكانياتها المحدوده في انجاز بعض التصليحات.
مدرسة عمار البيكات هي نموذج للمدارس الرسمية في منطقة عكار. هذه المدرسة التي تأوي طلابا لبنانيين ونازحين سوريين تعاني من نقص في الغرف وقلة مساحتها بالإضافة إلى غياب المراحيض والملاعب، ومطالبة من الأهل بضرورة تعزيزها وتحصينها. زياد منصور، تلفزيون المستقبل. سلسلة من الأخبار المحلية من بيروت والمناطق في هذا الشريط. برعاية وحضور رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري وتحت شعار وجعلنا من الماء كل شيء حي، افتتحت مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري في صيدا المعرض العلمي التربوي لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مصادرها، والذي نظمته المدرسة في مجمع بهاء الدين الحريري الإنمائي في صيدا. وقد حضر الاحتفال إلى جانب الحريري حشد من الشخصيات، وقدم الطلاب عروضا من وحي المناسبة. هي خطوة أراد من خلالها قطاع المرأة في تيار المستقبل عبر اللجنة الثقافية ولجنة التطوير الاجتماعي مشاركة أطفال مستشفى رفيق الحريري الجامعي المرضى بالسرطان أحلامهم، وذلك من خلال جداريات رسمها الأطفال مع متطوعي جمعية آيليف آرت في القسم الخاص بهم في المستشفى والممرات التي تحولت إلى مساحات ملونة تخفف معاناتهم اليومية وتضفي عليها جوا من الهدوء والسلام النفسي. افتتح سفير تركيا في لبنان إنان أوزيليز معرض لبنان في الوثائق العثمانية، وثائق وخرائط نادرة من الأرشيف العثماني الذي نظمه مركز يونس امرأة الثقافي التركي في بيروت بالتعاون مع جمعية الصداقة اللبنانية التركية، وذلك في خان الإفرنج في صيدا بحضور ممثل نائب بهية الحريري نزار رواس ومفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان منسقان تيار المستقبل في الجنوب ناصر حمود وأعضاء مكتب المنسقية. كرمت الجماعة الإسلامية في الجنوب المحافظ السابق نقول أبو ظاهر بحفل أقامته على شرفه في مركز الرحمة بحضور قيادتي الجماعة وحماس وعلميين في مدينة صيدا. وتحدث المسؤول السياسي للجماعة في الجنوب بسام حمود فأشاد بأبو ظاهر وبمناقبيته وحسن إدارته للمحافظة في أدق الظروف التي مرت بها المنطقة، منوها بوسائل الإعلام التي كانت صلة الوصل بين الجميع. بدعوة من دار نيلسون وقع المؤلف هشام عادل المشرفي كتابه جيل الخيبة، ملاحظات وإضاءات على سيرة جيل مرمي على كواهله. وقد حضر حفل التوقيع الذي أقيم في برج السوديكو إعلاميون وحشد من الشخصيات. أغنية جانجام ستايل تتخطى الملياري مشاهدة، وتيس في أديس أبيبا يتنزه مع شريكه على دراجة نارية، وأخبار متفرقة من موقع يوتيوب في هذا التقرير. يبدو أن النجاح وكسر الأرقام القياسية يلاحق الأغنية الشهيرة غانغام ستايل التي كسرت حاجز الملياري مشاهدة على موقع يوتيوب، وأصبحت أغنية المغني الكوري الجنوبي ساي أول تسجيل مصور على الموقع يتجاوز هذا الرقم. إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا التقطت شابة شريط فيديو يظهر فيه شاب يقود دراجة هوائية فيما كان تيس يجلس على ظهره في نزهة فريدة من نوعها. ويبدو من الفيديو أن التيس اعتاد القيام بنزهات كهذه بين الحين والآخر، إذ أنه كان واثقا من نفسه ولم يبدي أي ارتباك أو قلق. بينما كانت تسير في أحد الشوارع البولندية تعرضت هذه المرأة إلى الضرب المبرح من دون سبب واضح من قبل أحد الشبان. وقال متحدث باسم الشرطة إن السلطات اعتقلت المهاجم الذي أعلن بأنه فعل ذلك لأنه كان يشعر بالملل ويريد ممارسة بعض حركات الكاراتيه. الفنانة العالمية شاكيرا والتي أطلقت الأغنية الرسمية لمونديال البرازيل لهذا العام حققت نسبة مشاهدة عالية تجاوزت 55 مليون مشاهدة، حيث تظهر الأغنية الحماسة التي ينتظرها العالم أجمع لانطلاق التظاهرة الأكثر جماهيرية في التاريخ. وهنادي نصل إلى النشرة الرياضية حيث يرافقنا فيها بعد قليل الزميل صبحي قبل أول. مرحبا، نبلش النشرة الرياضية من خبر تاريخي، حيث تأهل المنتخب الفلسطيني إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم يلي رح تقام بأستراليا بال 2015 لأول مرة بتاريخه بعد ما أحرز لقب كأس التحدي بفوزه على الفلبين 1-0 بالنهائي.
توج المنتخب الفلسطيني بلقبه الأول للقارة بعد فوزه على الفلبين بفضل هدف من ركلة حرة رائعة نفذها أشرف نعمان حمادي نجم المنتخب الفلسطيني بالدقيقة 59 من المباراة يلي أقيمت ضمن كأس التحدي يلي عم تستضيفها جزر المالديف. وأصبح المنتخب الفلسطيني تاسع المنتخبات العربية بكأس آسيا المقرر إقامتها بأستراليا سنة 2015 بعد تأهل البحرين والإمارات والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت والأردن والعراق. وكان هالتأهل كل المنتخبات العربية الأخرى عن طريق تصفيات كأس آسيا وسبق لها كل الظهور بالنهائيات القارية، لكن هالمشاركة رح تكون الأولى على الإطلاق للفلسطينيين بالبطولة. وتقام هالمباريات لمنح الفرصة للمنتخبات صاحبة المراكز المتأخرة بالتصفيات بالتأهل لنهائيات كأس آسيا. ورح يلعب المنتخب الفلسطيني بالمجموعة الرابعة القوية بالنهائيات مع اليابان المدافع عن اللقب والأردن والعراق. وبننتقل لأخبار المونديال، محل ما حول منتخب تشيلي تأخره 2-0 إلى فوز 3-2 على المنتخب المصري بالمباراة الودية اللي جمعت بين الفريقين بسانتياغو عاصمة تشيلي اللي عم تستعد للمشاركة بنهائية كأس العالم. وتقدم المنتخب المصري بعد مرور 12 دقيقة عن طريق محمد صلاح لاعب تشيلسي الإنجليزي. وأضاف خالد قمر الهدف الثاني للمنتخب المصري بعد مرور 4 دقائق فقط على هدف محمد صلاح. ونجح مارسيليو دياز بإحراز هدف تشيلي الأول بالدقيقة 26. وعاد اللاعب إدواردو فارغاس النتيجة بالدقيقة 60 من عمر المباراة. وعاد إدواردو فارغاس نفسه ليهدي الفوز للمنتخب تشيلي بالدقيقة 78 من عمر المباراة. تجمع مئات من المتظاهرين بالبرازيل من بينهم عشرات المدرسين ليمشوا بمظاهرات بشوارع مدينة ريو دي جانيرو قبل انطلاق منافسات كأس العالم بأقل من أسبوعين. وتحركت المظاهرات باتجاه مبنى البلدية وطالبت برفع الإنفاق عن خدمات المدينة المتردية بدلا من إنفاق الملايين على بناء الملاعب والمرافق لاستضافة كأس العالم لكرة القدم. وحمل المتظاهرون شعارات تندد بالاتحاد الدولي لكرة القدم وببطولة كأس العالم. صرح اتحاد كرة القدم بساحل العاج بأنه مدافع المنتخب ونادي ليفربول كالو توري مصاب بمرض الملاريا. توري البالغ من العمر 33 عام أصيب بالمرض خلال رحلة إلى بلده وإلى عاصمة بلاده أبيجان قبل انضمامه إلى المنتخب بدالاس للمشاركة بتمرين كأس العالم كما صرح طبيب المنتخب. وبالNBA تأهل ميامي هيت بطل الموسمين الماضيين إلى النهائي للمرة الرابعة على التوالي بعد ما تقدم على إنديانا بيسرز 4-2 وبفوزوا عليه بالمباراة السادسة بسلسلة المباريات النهائية اللي عم تجمعهم 117-92 ضمن منافسات نهائي المنطقة الشرقية. ورح يلتقي ميامي هيت بطل الدوري مع بطل المنطقة الغربية حيث عم يتقدم سان أنطونيو سبيرز على أوكلاهوما 3-2 وسجل لإنديانا بول جورج 29 نقطة بينما سجل لميامي هيت كل من ليبراون جيمس 25 نقطة وكريس بوش 25 نقطة كمان. لهم نوصل لختام الرياضة، عودة لعند محمد لمتابعة النشرة. شكرا لك صبحي. ومشاهدينا الآن إلى أحوال الطقس الذي يبدو أن وتيرته إلى تصاعد وحرارة قاسية. فرشت بها المبلغ، فرشت البيت كله حياتي. Days Lays your home. Bonsoir. طقس متقلب عم يرجع يسيطر على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. اليوم عم توصلنا آخر صورة من موضوع البيت التراثي، أما ابتداء من نهار التنين منبلش موضوع جديد واللي هو مغيب الشمس. ومثل العادة بعد فقرة صورة وشمسية منشوف كيف رح تكون حالة الطقس ببعض الدول العربية المجاورة، ومنبلش جولتنا على الخريطة مع القاهرة 32، تونس 24، الخرطوم 41 درجة،
بغداد 43، دمشق 28، المنامة 37 درجة، والختام مع الكويت 44، الرياض 39، أما صنعاء 31 درجة. بنرجع لطقس لبنان، عم بيكون في عنا طقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة. على الساحل الحرارة عم توصل أقصاها ل 27 درجة، أما أدنيها ل 16 درجة. بالجبل عم تتراوح بين 13 و 19 درجة، أما بالداخل عم توصل أقصاها ل 25، أما أدنيها ل 12 درجة. بالتفاصيل خلينا نشوف كيف رح تكون حالة الطقس ببعض المناطق اللبنانية. بنبلش جولتنا من الشمال مع كار 25، طرابلس 26، الأرز 13، 24 درجة بالكورة، 23 بالهرمل، 22 بالقاع، 23 ببعلبك، 21 درجة برياق، جبال 26، فريا 22، جوني وبعبدا 27 درجة، وبيروت كمان عم بتسجل 27 درجة مع طقس غائم جزئيا إلى غائم. زحلة 23، شتورة 24، عنجر 22، مشغرة 23 درجة، جزين 24، رشية 21، مرجعيون 22، بنت جبال 24 درجة، والختام مع صيدا 23، أما صور وقانا و 24 درجة. كيف رح يكون الطقس بكرة الأحد واليومين الجايين منشوف سوا؟ بكرة الأحد مثل ما ذكرنا الطقس بيكون غائم جزئيا إلى غائم، والحرارة بتوصل أقصاها ل 27 درجة، أما أدنيها ل 18 درجة. مثل ما شايفين عنا انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، والحرارة التانين عم تتراوح بين 19 وال 24 درجة، ترجع بتعلى الحرارة للثلاثة وبتوصل أقصاها ل 27 درجة، أما أدنيها ل 22 درجة مع طقس صافي ومشمس. عم بيكون في عنا ضباب على المرتفعات، أما على ارتفاع 1850 متر حرارة عم تتراوح بين 7 و 13 درجة. بعتونا صوركم على أكاونت الإنستغرام والفيوتشر تي في أبليكيشن، وأكيد شو ما كان طقسكم المفضل لقونا على طول على المستقبل. وفي الختام تذكير بعناوين المسائية. الداخلية تطالب السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين بالامتناع عن الدخول إلى سوريا اعتبارا من الغد تحت طائلة فقدان صفتهم. واللواء ريفي يحيل شريط مطلقي النار إلى النيابة العامة التمييزية ويطالب بكشف هوياتهم ومعاقبتهم. عملية نوعية جديدة للحر في حلب، والنظام يواصل إمطار المناطق السورية بالبراميل المتفجرة. لكم أطيب التمنيات من تلفزيون المستقبل، وإلى اللقاء. إلى اللقاء. المقاومة في لبنان تحمي الدولة وتحمي الشعب وتحمي الوطن.